دلوقتي معانا مداخلة تليفونية دايما من شخصية حريص انه يشاركنا كل افراحنا ويشاركنا كل المواقف الجميلة اللي بنعدي بيها. معانا الاستاذ مصطفى بكري الكاتب الصحفي. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا، وكل سنة وانتم طيبين ومصر كلها بخير ان شاء الله. وحضرتك طيب، حابين نسمع من حضرتك كلمات بخصوص عيد الميلاد المجيد. يعني أول حقيقة يعني عندما كنت موجودا بالأمس في الكاتدرائية استلفت انتباهي عدد من الأمور. الأمر الأول هو دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة قداسة البابا. صحيح. من الباب الخلفي أو الباب الجماهيري للحاضرين في هذا الاحتفال الكبير. وكان الرئيس الحقيقة يمضي مبتسما ويصافح المواطنين البسطاء الذين يعني كانوا الحقيقة يلتفون حول الرئيس، وبعضهم يأخذ معه صور سيلفي وغير ذلك من الأمور. حقيقة المظهر ده يعني أطفى على الجميع سعادة غير عادية، وكل فعلا يعني أدرك أنه في لحظة مهمة جدا. صحيح. الأمر الثاني هو حديث السيد الرئيس الذي يعني أشاد فيه أولا بعد التهنئة بمواقف قداسة البابا تودروس الثاني. صحيح. هذا الرجل الذي عبر بمواقفه الوطنية أيما تعبير عن رؤيته للحاضر ورؤيته للمستقبل، عندما قال وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. صحيح. وتحمل كثير من الرذلات، وتحمل أن يأتي البعض أمام الكاتدرائية ويحاولون الاعتداء على الكاتدرائية في زمن حكم الأشرار، فكان دائما وطنيا وكان دائما عند مستوى المسؤولية. وقال الرئيس السيسي أنا أعرف موقفه جيدا وأعرف ماذا قدم. هناك صفحات كثيرة ربما كشف قداسة البابا عن الكتاب الذي صدر له مؤخرا عن بعض هذه المواقف، وخصوصا عندما تم استدعائه يوم 3 يونيو وكلمته التي عبر فيها عن نبض كل وطني مصري. الحقيقة أن هذا الاحتفال لم يكن قاصرا على الكاتدرائية، كل الكنائس في مصر كان الناس يهنون بعضهم البعض، وهكذا هي مصر، هكذا هي مصر بأبنائها جميعا. نحن كلنا في الخندق وكلنا في الاصطفاف الوطني، خاصة عندما تكون هناك تحديات تواجه الدولة المصرية، لأن أي تحدي يواجه الدولة هو تحدي يواجه الشعب بكل فئاته الاجتماعية والوطنية. طب أستاذ مصطفى، خليني أسأل حضرتك، بمناسبة إن احنا بنتكلم عن إن هي دي مصر، مصر دايما متألفة ومتجانسة، وإن كلنا نسيج واحد، وإن هي مش بس أعياد الأقباط أو المسيحيين، هي أعياد المصريين، خليني أسأل حضرتك إزاي نعلي قيم التسامح والمحبة بالنسبة، وإزاي نقدر نعلمها أصلا للأجيال اللي جاية؟ يعني الحقيقة كان مطلب إنشاء مفوضية بعدم التمييز يعني مطلبا كبيرا للكثيرين منذ فترة من الوقت. صحيح. وأنا يعني أقول أن هذا نتاج من الحوار الوطني، وسيعرض على مجلس الوزراء في فترة قريبة إنشاء مفوضية لعدم التمييز، تكون مهمتها ترسيخ قيم التسامح والسلام وعدم التمييز في المجتمع المصري بكافة الأشكال الثقافية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور. إنشاء هذه المفوضية بالتأكيد سيكون نقلة مهمة جدا. يعني صدر قانون الكنائس في برلمان 2015، وكنا نتناقش فيه مع نيابة الأنبا بولا الذي كان يتردد مع وفد من الكنيسة في هذا الوقت. صحيح. إلى مجلس النواب، وفي وجود السيد عمر مروان الذي كان وزيرا للشؤون النيابية. أعتقد أن مفوضية عدم التمييز أيضا ستكون عرضة للنقاش، وبالفعل يمكن إصدار مفوضية حقيقية تعبر عن القيم الأساسية، قيم التسامح التي تسود المجتمع المصري طيلة التاريخ. دايما بنعرف، يعني احنا دايما عارفين عن حضرتك ان حضرتك من ابناء الصعيد، دايما ابناء الصعيد الحر. حضرتك كلمني عن المشروعات اللي بتتم دلوقتي علشان يتحول الصعيد من منطقة مش عايزة اقول مهجورة، بس منطقة شبه منسية، الى عروس مصر والى عروس العالم. اولا ما تنسيش ان قداسة البابا شنودة رحمة الله عليه كان صعيديا من اسيوط. بالتأكيد. وكان ده أمر يسعدنا جدا الحقيقة، وكنت كل ما قابله أقول له يعني إحنا بلديات قداسة البابا، فكان دائما الحقيقة يعني خفيف الظل مع الناس، بسيط في المسلك في تعامله مع الآخرين. أنا أعتقد أنه يعني قداسته لو موجود الآن هيحكي عن الصعيد، كيف تحولت أسيوط إلى مدينة
جديدة وفيها إنشاءات وكباري، وكيف تحول الصعيد كله بمشروع حياة كريمة إلى نقلة حقيقية فيما يتعلق بالتنمية. نحن أمام واقع جديد اعترف به الرئيس السيسي أكثر من مرة، وقال أن الصعيد تعرض لمعاناة شديدة وحان الوقت لأن نطوي هذه الصفحة، وأنا أظن أن الدولة المصرية تمضي قدما في طي هذه الصفحة الآن. صحيح، والجميل دايما في تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه بيحرص انه ما تبقاش فيه محافظه منسيه او ما يبقاش فيه فئه في الشعب منسيه، بل وان كلنا في نسيج مصري واحد. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى بكري.